لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة الريحانية التركية الخبير العسكري السوري أديب العليوي. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم المشاهدين. كيف تفسر التحرك الإيراني في الحدود السورية العراقية بإنشاء قاعدة عسكرية ضخمة؟ مساء الخير يا سيدتي. يعني دعيني أقول أن قلناها على قناتكم وقلناها على يعني في الكثير من الأماكن أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست جادة في قصقصة أجنحة إيران، ليس جاد على الاطلاق، والدليل على ذلك ليس فقط انشاء هذه القواعد، يعني الان الاعلام كله يتكلم عن القواعد الايرانيه في 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 سوريا وكان هذه القواعد يعني انشئت حديثا. هناك قواعد انشئت يعني من سبعينيات القرن الماضي عندما انشئت في مطار دمشق الدولي القاعدة الرئيسية في مطار دمشق الدولي في اللواء 29 وما سمي بالبيت الزجاجي. إضافة إلى ذلك هناك قواعد أخرى لم يتكلم عنها الإعلام الآن، نعلمها عندما كنا في جيش النظام على البحر المتوسط. هناك قواعد وهناك صواريخ ياخذ إيرانية منذ اكثر من 40 عاما. نعم. وبالتالي انا اقول ان الولايات المتحده الامريكيه التي قدمت العراق على طبق من ذهب واعطت كل يعني بعد احتلال العراق من قبل الولايات المتحده الامريكيه انسحبت امريكا وقدمت العراق لقمه سائغه الى ايران. استاذ اديب، كان هنالك تصريح لبرايان هوك حول مساعي طهران لتاسيس هلال للسيطره على العراق وسوريا ولبنان، كيف تقرا هذا التصريح؟ يعني الحقيقه موضوع انشاء الهلال الشيعي ليس جديدا، يعني ايران تحاول منذ احتلال العراق الولايات المتحده الامريكيه عندما احتلت العراق قدمته على يعني طبق من ذهب للولايات المتحده لايران. اضافه الى ذلك هي تساهم، يعني اوباما ساهم في انشاء الهلال الشيعي وحذرت منه الكثير من الحكومات العربيه وعلى راسها الاردن، قالوا بان هناك انشاء للهلال الشيعي. الحقيقه انا الاحظ ان ترامب الان يكمل نتيجه يعني اوباما في انشاء الهلال الشيعي، يساعد ايران وليس يقفقف او يمنع تواجد الايراني في المنطقه. وبالتالي نلخص استاذ اديب، هل تسمعني؟ يعني في هذه المنطقه، ولذلك انشاء هذه القواعد وانشاء هذا الشيء لا يزال مستمرا ولم ينقطع ولا لحظه واحده. والولايات المتحده الامريكيه ليست جاده في منع ايران من انشاء هذا الشيء. نعم، لكن ما هي دواعي هذا الصمت الأمريكي أمام تحرك الإيراني لإنشاء قاعدة عسكرية، خاصة وأن واشنطن كانت صرحت فيما مضى بأنها ستواجه أي تحرك إيراني بما وصفته الضربة الاستباقية؟ يا سيدتي كل التصريحات الأمريكية كاذبة. هي الحقيقة ترامب حتى إذا كانت إيران الآن تضع شروط للجلوس على المفاوضات مع الولايات المتحده الامريكيه. يعني انا اقول ان هناك يعني الدوله العميقه في الولايات المتحده الامريكيه مقتنعه قناعه تامه بانه يجب ان تكون ايران هي شرط المنطقه، وبالتالي التسهيلات الايرانيه ان كان في لبنان وان كان في سوريا وان كان في اليمن ليست بجديده، لكن الدوله العميقه في الولايات المتحده الامريكيه توافق على ان ايران هي شرط المنطقه. أحد هذه تبعات هذه السياسة هي العقوبات الأمريكية التي فرضت على طهران. ما مدى خطورة بيع الحرس الثوري للنفط الإيراني على أنه نفط عراقي وإمكانية تكثيف العقوبات الأمريكية على طهران؟ يعني العقوبات الاقتصادية المقصود منها ليس إنهاء إيران، ولكن هي الحكومة الإيرانية الحالية الموجودة في سدة الحكم هي ليست على وفاق كامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في العمق الاستراتيجي دعيني أقول لدولته هناك توافقات وهناك قواسم مشتركة عديدة. يعني يمكن أن يكون
تحاول ان تغير واجهه النظام الموجوده في ايران، لكن لا تريد انهاء ايران. النفط الايراني يتم تهريبه بشكل علني، والباخره الايرانيه ناقله النفط موجوده تتنقل من ساحل الى ساحل، وستصل الى سوريا او الى لبنان خلال يعني ساعات او ايام قليله، وعلى مرمى على مرأى ومسمع من كل العالم والولايات المتحده الامريكيه، ولم يعني تاتي باي يعني او تحرك ساكن. وبالتالي انا اقول ايران لا تزال الهامش كبير الذي تعطي، لان الولايات المتحده الامريكيه الحقيقه اعتبرتها شرط المنطقه، ولا يمكن الاستغناء عن ايران ضمن هذه المعطيات، لان هناك انسجام ايراني دعني اقول بالعمق، لان ايران فزاعه العرب وهذا ما تبغيه الولايات المتحده الامريكيه. هل هذا يعني أن إيران ستنجح في خطتها في بيع النفط الإيراني لمواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها؟ ضمن هذه المقبلات، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تضع حدا بشكل حقيقي لإيران، وبالتالي تستطيع بيع النفط ضمن هذه الطريقة التي استخدمتها، وهو أن يكون هناك ناقلات نفط يتم قطع الذبذبات او يقول يعني اشارات المورس المتعارف عليها دوليا ضمن البحر، وبالتالي موقع هذه يعني الناقلات النفط يكون مفقود لايام، يعني تضيع ضمن المياه الاقليميه او ضمن البحر او ضمن البحار التي تتحرك فيها. وبالتالي انا اقول ان ضوء اخضر امريكي، ولو انه ضوء اخضر خفي الا انه ضوء اخضر امريكي، لانها لم تكن جديه، يعني هناك جديه امريكيه في قفقص اجنحه ايران من الشرق الاوسط او من منطقه يعني النفوذ على الارض السوريه. كيف تتوقع مستقبل العلاقات الامريكيه الايرانيه في ظل كل هذه التطورات المتسارعه والاجواء المشحونه؟ لم أسمع السؤال. كنت أسألك عن توقعاتكم لمستقبل العلاقات الإيرانية الأمريكية في ظل كل هذه التطورات. يعني أنا أرى أن ترامب يعني يلهث وراء اللقاء روحاني. يعني دعيني أقول أن يعني هناك شروط الآن تضعها إيران للقاء ترامب، وليس العكس. يعني يجب أن يكون الدولة العظمى للولايات المتحدة الأمريكية التي تضع شروط. الآن نرى أن روحاني هو الذي يقول لا مفاوضات مع 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 الولايات المتحده الامريكيه الا ضمن الشروط الايرانيه، وللاسف الشديد هذا ما نلاحظه، وحتى الان عباره عن زوبعه في فنجان ما تفعله الولايات المتحده الامريكيه اتجاه ايران. و يعني ترامب مستعد للتفاوض من جديد مع روحاني، لكن يعني للاسف الشديد الظروف الان نجد ان روحاني هو الذي يرفض هذا الجلوس على الطاوله. لذلك انا اقول مستقبل العلاقات اذا ما استطاعت ايران الصبر على العقوبات الاقتصاديه، ولم يكن هناك انهيار. يعني انا اعتقد يعني ايران نجحت في خطتها وفي لعبتها، ولكن بموافقه دعيني اقول امريكيه، وامريكا شكرا. بالنهايه لا تريد انهاء ايران بشكل نهائي، لكن تريد ان تغير واجهة النظام الموجودة في منال. شكرا جزيلا لكم الخبير العسكري أديب العليوي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة الريحانية.